دعما لرائدات الأعمال البحرينيات وتنشيطا للحراك الاقتصادي في مملكة البحرين، أقيم معرض الفصول الأربعة بفندق موفنبيك تحت رعاية جمعية سيدات الأعمال البحرينية. شارك في المعرض نحو 70 عارضا قدموا المنتجات الاستهلاكية من الملابس والإكسسوارات والكماليات ومنتجات العناية بالشعر وغيرها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق، هكذا قال محمود درويش. فما أجمل أن تمتزج طموحات النساء بالإرادة نحو تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا. افتتح معرض الفصول الأربعة ليهدف إلى تشجيع رائدات الأعمال البحرينيات لترويج منتجاتهن وتنشيط الحركة التجارية في مملكة البحرين. هذه المعارض ما تخفي على الجميع أن هي فرصة لعرض منتجات بعض سيدات البحرينيات اللي هما حابين يدخلون مجال التجارة، فهذه مثل ما يقولون فرصة أولى لهم لعرض منتجاتهم ويطورون من نفسهم. الهدف من معرضنا، معرض الفصول الأربعة، هو إتاحة الفرصة للمبدعين البحرينيين ليعرضوا تصاميمهم أمام الجمهور. نحن اليوم حالياً رقم 15، معرضنا رقم 15، لنا 4 سنين بمعرض الفصول الأربعة، واستمرارية المعرض هي دليل على نجاحه. وتقريباً نحن عندنا مثل ما حضرتك شايفة تقريباً 70 مشترك. مخطط معرض الفصول الأربعة أنه يكون مرتين بالسنة، بس نظراً لطلب المشاركين انه نكرروا اكثر من مره، فتقريبا عم ينعمل معرض الفصول الأربعة 5 مرات بالسنه تزامنا مع المناسبات اللي بتمر فيها مملكتنا البحرين. مشاركات جئن لعرض افكارهن ومشغولاتهن وبضائعهن بغرض تحفيز العمليه الشرائيه لدى الجماهير، وذلك في فندق موفنبيك البحرين، حيث اجتمعنا في هذا المعرض بالتزامن مع موسم الشراء لعيد الأضحى المبارك. معارض كهذه تفتح نافذة على دعم الاقتصاد الوطني عبر دعم المشاريع الصغيرة والناشئة. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون مملكة البحرين.